الدراري جايين صوندي صوالي ما عرفناش كيفاش هذا هو السؤال اللي زعما حنا هنا وقالوا لي غورج خصنا نكملوا مع الوعد دابا مزيت لي غورج مزيت لي واحد يكون خمسة المهم الدراري حنا في لاغوك ديال لي غورج في الطبيعة ديال بحال السن ديال أمستردام راه هنا كاين الماء بزاف كاين الشجر ديال البنطال هما لي غورج واقيلا داخلين هنايا فين كاين والله الا غير كل لي غورج ديالك يلا توصلوا لي غورج ان شاء الله تليفون اتصال المهم الدراسه دابا لي غورج هاني الدخول ديال لي غورج مقناش الوقت باش ندخلوا لهم حتى لداخل باقي خصنا ننزلوا حتى نكملوا والله الفراش غامزه وراه هو هما هادو راه غورج ني ندخلوا ولكن ما غنتعمقوش لداخل حيت باقي لنا جدو ابيرون دوني حتى العروس العروس دو ترونسبور عجبو الناس مشى لواحد بلاصه تمايا المهم تهلاو ليا فراسكم ايوب على السلامه اخويا كوبوي يلا تشاو الدراري اش قلنا لكم مشى عندنا الحال صافي صحابكم غنمشيو لا تراجع على ليه غادي نوصلو غادي نوصلو كاين بصح شو الديكور كي داير هنا الدراري شو الديكور كي داير موريتي ها يا دور طلع منين طلعنا عا نوريها لهم وبحال والو طلع نطلعو حتى هي جبل لي نطلعو كيشوا كيشوا هذاك الدق نطلعو لا المهم الدراري واقيلا مسا علينا الحال المهم نشوفو ان شاء الله في اي تكون الدراري بغينا نوريكم اه كيف روح الدراري انا قبيلة خصني نجري عرفتي التليفون فيه 1% وحق الله وفينا ايوب هم نطلع عارف شنو كيفاش نطلع الدراري قبل كان كيدور ايوب هاك سول المهم الدراري اكي عار ربي اكي يهضر ربي اكي يعفو ربي المهم الدراري دابا طراو اجر باش نزلنا من الصومي ودوك لي غورج ديال ديك ديال إكيس وجينا للجيت ديال تيميت الجيت ديال تيميت راه معروف ولكن حدا مراوة وهذا هو السيد مرحبا بكم اسيدي مرحبا